السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في لابارتي الثانية ديال الدرس ديال المتتاليات العددية. شفنا في الفيديو اللي من قبل المهم المتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية وشفنا الخصائص ديالهم. المهم في هاد لابارتي هادي غنشوفو التقارب ديال المتتالية. تقارب المتتالية، هاد التقارب هو اللي كنقولو بلا كونفيرجونس. كنمشيو نشوفو لا كونفيرجونس او تقارب ديال هاد الداله ديال او هاد المتتاليه يو ان. باش كنمشي نعرف او باش كنتاكد من تقارب يو ان، كنمشي نحسب الليميت ديال يو ان. خص تعطيني كتساوي ليا واحد ال. الا تحققت ليا هاد الشرط هذا، كنقول بان يو ان راها كونفيرجونت. مفهوم الشباب؟ او متقاربه. مفهوم؟ بمعنى ان يو ان تقبل نهايه. مفهوم؟ يعني ما كيعطينيش بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. الا كان كيعطيني لانفيني يعني راها غير متقاربه، يعني كبعيده ولا ما عرف شنو فرونسي ديفيرجونت. مفهوم؟ الا بغينا حنا التعريف، بغينا التعريف ديال هاد ديال هاد لا كونفيرجونس هذا، يعني كيقول لك بعض المرات شي سؤال عطيني باستعمال التعريف كيف ما شفنا في الاشتقاق. كاين التعريف ديال الاشتقاق، وحتى في هاد المتتاليات او هاد لا كونفيرجونس ديال المتتاليات حتى هو كاين التعريف ديالهم. كرمزوا لي، هو مهما يكون ايبسيلون ستريكتومون بوزيتيف، مهما يكون ايبسيلون اكبر قطعه من الزيرو، يوجد واحد ان ينتمي الى ان، ياك، بحيث كيلكو سوا ان اكبر من هاد ان هذا او يساوي هاد ان. ياك الشباب، اشنو خصو يحقق ليا؟ هي لا فالور ابسولو ديال يو ان موان ال، خصو يكون انفيريور ا واحد ايبسيلون. مفهوم الشباب؟ دونك ها هو هاد ال، هادي هي النهايه اللي كتمشي ليها ال، اللي كتمشي ليها يو ان. خصو يحقق ليا لا فالور ابسولو ديال يو ان موان ديك النهايه، خصو يكون اصغر او يساوي واحد ايبسيلون. مفهوم الشباب؟ بحيث هاد ايبسيلون هذا راه اكبر قطعه من الزيرو، يعني يكون واحد ان دومي ان تيار، المهم اكبر قطعه من الزيرو. شتي خصو يحقق ليا؟ هذا هو كيتسمى التعريف. وكيف ما كنعرفوا انا لا فالور ابسولي كيف ما شفنا ديال واحد اكس انفيريور ا، هادشي شنو كيعني؟ ليكيفالونس دو سيتادير كو اكس اونتر موان ا اي ا. ياك الشباب، الا بنستعمل هاد القضيه هادي كيعني ليا بان يو ان موان ال انفيريور ايكال ا epsilon bon epsilon et moins epsilon ce qui équivalent li hiya an un mahsoura ma bina jouj ma bin l plus epsilon ou l moins epsilon. Mfhoum chabab? Yani an un ra mahsoura ma bin l, yani makboura b l plus epsilon ou msoura b l plus epsilon. Mfhoum? Yani naftarad koun kant l andi liha ka mithal f diagram kant u l يو ان، هي صراحة كتكون دايرة بحال الجزء الصحيح لا بارتي اونتيير، هي بحال هادشي كنا نفترض حنا غتبسيط ندير لها بحال هكا. دونك هادي هي يو ان، هادي هي ال، او بالاحرى نفترض ان ال هي هادي. دونك ال بلس ان بلس ايبسيلون اللي هي هادي، و ال موان ايبسيلون. نفترض ان ال جاتني هنايا ال موان ايبسيلون، يعني ما كتخرجش ليا ما بين ال و بلس ايبسيلون و ال موان ايبسيلون. مفهوم الشباب؟ يعني كتبقى، يعني كتبقى كيف ما شفنا قبل انها كتكون محدوده. مفهوم؟ هادشي هذا هو كيتسمى المصداق ديال التقارب ديال لا كونفيرجونس ديون سويت. مفهوم الشباب؟ دونك هادشي الا تحقق ليا التعريف هذا، دونك كنقول بان ان يو ان تقبل نهايه اللي هي ال، او بما او بصيغه اخرى ان يو ان متقاربه. مفهوم؟ او تقبل نهايه. ناخذ واحد المثال، المهم سوا واحد في ان كتساوي ليا ان بلس 1 سور ان موانز 1. مثال، دونك هذا هو التعريف الشبابي، هذا هو التعريف. هاد لابارتي راه مهم، هذا هو التعريف ديال تقارب ديال واحد سويت واحد ديال واحد المتتاليه كيف ما بغاتكم. مثال، خدينا واحد في ان اللي كتساوي لي ان بلس ان سور ان موان 1. قال لك اسيدي بين ان
نهاية VN كتساوي ليا واحد ياك، عندما يؤول N إلى بلس انفيني. طبيعة الحال راه N اللي كيمشي إلى انفيني، هاد N هذا، هاد N، هاد N ياك الشباب. عندما يؤول N إلى بلس انفيني فإن UN تؤول إلى L، مفهوم الشباب؟ دونك باش نبينو هاد النهاية، غادي نحاول نستعمل هاد التعريف هذا. يعني غادي ناخد، يعني كيف ما عرفنا بأن يو ان كتمشي ليا ال ال، دونك في التعريف ال كندير يو ان موان ال، خصو يكون لا فالور ابسولي ديال يو انفيريور ا واحد ايبسيلون. نبدا هنايا اذا قال لك بين، دونك يعني غادي نمشي ندير في ان موان زا اش كتساوي ليا؟ اذا طلع لا فالور ابسولي هي لا فالور ابسولي ديال، نعوض في ان اللي هي ان بلس ان سور ان موان زا ناقص واحد، ياك الشباب. اش غتساوي ليا؟ هي نوحد المقام اللي هي ان موان زا ان بلس ان موان ان موان زا، نضرب هادي في هادي، المهم توحيد المقام. اش غادي تساوي ليا؟ ان ناقص ان تختزل ليا، تبقى ان موان موان يعني بلس، يعني ان بلس ان صافي دو، دونك لا فالور ابسولي ديال دو سور ان موان زا، ياك الشباب. دونك هادي نقدر نقول بانها راه انفيريور ا واحد ايبسيلون، كيف ما بغى يكون هاد ايبسيلون هذا ستريكتومون بوزيتيف، بوزيتيف يعني كيتحقق ليا هاد الشرط هذا، مفهوم؟ باش نزيد شويه نسامبليفي خصني نخرج هاد غرونت ان، ياك الشباب، هاد غرونت ان باش تحقق ليا كامل هاد التعريف هذا كامل، حيت دابا ايبسيلون هي خديتها ان عندي، هذا ال حتى هي عندي، ولكن هاد غرونت ان خصني نحاول نخرجها، مفهوم؟ وباش نخرجها خصني، يعني كاين غتكون علاقه ما بين بتيت ان او غروند ان، ياك. وانا بينت بان ان سور دو موان ان موان زا راها انفيريور ايكال واحد ايبسيلون، ياك الشباب. كيف ما كنعرفوا بان دو سور ان موان زا راها ستريكتومون بوزيتيف كيلكو سوا ان سوبيريور ا ان، حيتاش اصلا ان راه باش، يعني باش تكون هاد المتتاليه اللي هي جديده باش تكون معرفه، يعني ان خصو يكون سوبيريور ستريكتومون ا ان، دونك يعني يمكن نحيد لا فالور ابسولي، يعني لا فالور ابسولي ديال هاد العجب هذا، باش نجي ليها من طريق اخرى، ناخذ دو سور ان موان زا انفيريور ا واحد ايبسيلون، ياك اللي هي هادي، هادي خصني نشوف ان بعلاقته بايبسيلون باش ناخد واحد لانتيرفال، ولا باش ناخد نخلق واحد ان، هاد غونت ان هادي، ونديرها كشرط باش تحقق ليا لا ديفينيسيون وهاد العلاقة هادي. باش تحقق ليا خصني نلقى ان اكبر من واحد العدد اللي هو غونت ان، مفهوم؟ خصني نحاول نخرجو. دونك ناخد هاد كيف ما قلنا دو سوغ ان موان زا اصغر من ايبسيلون، شنو كيعني لي هادي؟ خصني نجبد دابا ان، ياك، الى درت المقلوب ديال هادو، يعني هي ان موان زا سوغ دو، الرمز غيتقلب ليا غيولي سوبيريور ان سوغ ايبسيلون، ياك الشباب. سو كي امبليك ان ان موان زا اكبر قطع اكبر او يساوي دو سوغ ايبسيلون، اكبر امبليك ان اكبر قطعا دو سوغ ايبسيلون موان زا، ياك او بلس ان، ياك الشباب. دونك لقيت دابا انا ان، مفهوم؟ يعني يمكن لي ناخد باش تكون دابا كيف ما عندنا ان خص تكون اكبر او يساوي هذاك العجب، يعني ان غادي تساوي لي هاد لا بارتي هادي، مفهوم؟ يعني يمكن لي ناخد هاد لا بارتي ونزيدها واحد ان، ما عندي فيها حتى شي اشكال، نزيدها واحد ان باش تكون شويه فيريفيا ليا مزيان، باش تكون ان راه يعني راه اكبر من داك ان، يعني ناخد هاد غونت ان كتساوي ليا اللي هي 2 سور 3 سور ايبسيلون بلس 1 بلس 1، ياك الشباب. دابا هاي بحال درناها غير في الوسخ، مفهوم؟ دونك نجي ناخد انا ان كتساوي ليا 2 سور ايبسيلون بلس 1 بلس 1، مفهوم؟ دونك في حالة الا كان ان اكبر من هاد ان هادي، شنو كيعني ليا؟ ان بتيت ان اكبر من اش؟ من هاد ان، نعوضها، يعني هي دو سور ايبسيلون بلس ان بلس واحد ان، يعني سوبيريور او ايغال عن نفس هاديك ان،
ياك الشباب superior à 2 sur epsilon plus 1 يعني اكبر من هاد لا بارتي هادي ياك. واذا كانت n اكبر من هاد لا بارتي شنو كيعني ليا؟ ان n يعني هاد لا بارتي دابا هادي درناها غير في الوسخ باش نجي انا نكتب في لا ريداكسيون في التمرين نكتبها على هاد الشكل هذا. يعني نقول بان n موانزا ندي هاد واحد ندي البارتي ديال جهة ال n ايولي سوبيريور ا 2 سور ايبسيلون ياك. دابا هادي راه بحال غير مشيت ودابا هنا في لا ريداكسيون بحال غادي نرجع بيها. يعني ان موان زان سور دو اكبر او يساوي ان سور ايبسيلون سو كي امبليك المقلوب ديالها اللي هي دو سور ان موان زان اصغر او يساوي واحد ايبسيلون ياك الشباب. هادشي كيعني ليه بان لا فالور ابسولي ديال دو سور ان موان زان انفيريور او ايكال ايبسيلون. مفهوم الشباب؟ دونك هاني دابا بينت هاد القضيه هادي. هاني دابا اعتبروا بان درناها في الوسخ بيني وبينكم يعني بحال هكا كندير انا باش كنخرج التمرين كنمشي نخدم في الوسخ وكنلقى الطريق دابا الطريق المباشره وكنحاول نرجع بيها وباش كنرجع هذيك هي اللي كندير في لا ريداكسيون. مفهوم الشباب؟ دونك هاني بينت بان انفيريور واحد ايبسيلون دونك هادي راها فغي. مفهوم؟ يعني الا كانت هذه فغي دونك راه هذه اللي هي التعريف ديال في ان موان زان راها انفيريور ا واحد ايبسيلون. مفهوم؟ والا كانت انفيريور ا واحد ايبسيلون دونك كنقول بان كيف ما شفنا الا كانت هاي الا كانت يو ان لا فالور ابسولي ديال يو ان موان واحد ال انفيريور ايبسيلون دونك يو ان راها متقاربه والنهايه ديالها اللي هي ال ياك الشباب. وهادشي اللي لقينا حنا في المثال هذا بمعنى ان vn متتالية متقاربة ونهايتها هي واحد حيتاش لقينا حنا حيتاش حنا حسبنا vn موان زا ياك الشباب بينا بأنها في غير سيرو دونك ونهايتها vn ومنه الليميت عندما يقول ان الى بلوس انفيني ديال واحد vn اش كيساوي ليا ان دونك توصلنا الى الحل. مفهوم الشباب؟ ناخذ واحد المثال اخر. الا خدينا مثال ثاني ديال يو ان كتساوي ليا لوغاسين ديال ان بلس ان كاري موان ان. قال لك اسيدي ادرس تقارب هاد يو ان دراسه التقارب او لا كونفيرجونس. التقارب كيف ما قلنا الشباب يعني كنمشي نحسب ليميت عندما يؤول ان الى بلس انفيني ديال اش ديال يو ان كيساوي ليه هو الليميت عندما يولي اكس الى بلس انفيني ديال لوغاسين دو ان بلس ان كاري موان ان ياك الشباب. دونك كيف ما كنعرفو من قبل في النهايات ديال لي فونكسيون او ديال الدوال يعني كنمشي ناخد اكبر اس عندما كتكون عندي حدوديه كناخد اكبر اس ياك الشباب. هنا عندي واحد لوغاسين وهاد لوغاسين هذا ديال ان كاري يعني الا خديت غير ان كاري الراسين ديالو غيعطيني لا فالور ابسولي ديال ان و ان كتنتمي ل ان يعني غير ان و ان موا ان يعني هادشي ما واضحش ما نقدرش نقول يعني ان موا ان ما عرفتش واش تعطيني ان ولا زيرو ولا ما عرفتش. باش نحاول نوضح الامور مزيان نحاول نضرب في المرافق باش تخرج ديال ليميت لي واضحه. الا ضربت في المرافق ديال هادي غتولي ليا نضرب في لوغاسين ديال ام بلس ان كاري موا ان نضربها فاش في المرافق ديالها لو كونجوغي ديالها ان كاري بلس ان ياك. الا ضربت الفوق فهادي غادي نقسم عليها يعني نقسم على واحد زائد الراسين ديال واحد زائد ان كاري بلس ان ياك الشباب. دونك لو البرودوي ديال هادي والكونجوغي ديالها كونجوغي ديالها هنا تعطيني ليميت بلس لانفيني ديال اش هادي او كاري ناقص هادي او كاري. مفهوم؟ حيتاش A بلس B عامل لي A موان B راه هي A كاري موان B كاري ياك. دونك هادي O كاري اش غتعطيني هي لا فالور غتولي ل 1 بلس N كاري و 1 بلس N كاري N سوبيريور ستريكتومون ا زيرو بلس A يعني ستريكتومون سوبيريور زيرو يعني يمكن لي نحيد لا فالور غتولي يعني تعطيني هي 1 بلس N كاري موان N O كاري. مفهوم؟ سيغ لو غاسين ديال 1 بلس N O كاري بلس N ياك الشباب. ان او كاري تمشي ليا مع ان او كاري تبقى ليا ان يعني هي الليميت عندما يؤول اكس الى بلس انفيني ديال ان سيغ دو غاسين ديال ان بلس ان مربع
بلوس ان. ياك الشباب، يعني كيف ما شفنا هنا، الا جاب الله حاولت عملت بان لتحت، يعني لتحت مخرج ان، دونك تعطيني هي ان او كاري عامل. نبينوها بشويه هنا، هي ليميت عندما يكس لا بيس لانفيني ديال تحت، حيت من قبل عندي كانت عندي ان او كاري موا، عندي ان او كاري موا ان، يعني ما بيناش ليا. ولكن في هذه الحاله ديال بلوس غتكون شويه واضحه، هي ان سيغ فوسط الغاسين غنعمل بان كاري باش ندير الراسين ديال ان تعطيني ان تخرج لي على برا، يعني هي ان عامل لي اش، نعمل بان كاري لداخل اللي هي تولي ليا واحد على ان مربع بلوس واحد بلوس ان. ياك الا عملت بيه كاع كامل غيعطيني بلوس ا هنا، ياك الشباب. دونك فلان فيني ان فلان فيني تعطيني ان سوغ لانفيني اللي هي زيرو بلوس ان، يعني لو راسين دو ان، و راسين دو ان سي ان، و ان بلوس ان سي دو، دونك هذا بارتاتولي دو، يعني واحد الشكل محدد، يعني واحد على دو زين و دو زين فلانفيني، يعني ان تنفيغ لانفيني، يعني ان سوغ دو فوا لانفيني، و ان سوغ دو فوا لانفيني اللي هي واحد على لانفيني، واحد على لانفيني اللي هي زيرو. ياك الشباب، دونك هاد المتتالية اللي عطاونا يو ان راها كونفيرجونت، متقاربة. مفهوم الشباب؟ ناخدو دابا واحد التمرين اخر، تمرين تطبيقي دابا، هادو غير تمارين تطبيقية باش نشوفو هاد لي ليميت هادو ديال يو ان، يعني التقارب ديال واحد المتتالية يو ان. ناخذ تمرين، تمرين تطبيقي. قال لك سيدي بين، ناخذ سؤال، بين ان لو غاسين دو ان بلس 1 موان لو غاسين دو ان اي انفيريور ا 1 سور 2 غاسين دو ان. ياك الشباب، ماشي مشكل، ناخذ السؤال الثاني. او مهم، بين ان بون ناخذ دبليو في ان كتساوي لي هي لا سوماسيون ديال ك يساوي 1 جوسكا ان ديال اش ديال 1 سور لو راسين دو ك، بحيث كلكو سوا ان ينتمي الى ان. ياك هاد 1 سور لو راسين دو ك، يعني ها هي، يعني بحال دابا السؤال الاول مساعد للسؤال الثاني، مفهوم؟ هذه يبين ان، ولا استنتج ان هذه انها متباعده، العكس ديال المتقاربه، مفهوم؟ اللي هي ديفيرجونت. مفهوم الشباب؟ حبسوا الفيديو وحاولوا جاوبوا على هذا التمرين هذا، ومن بعد خدموه وشوفوا الجواب. بون نبداو التصحيح. اولا لنبين ان، مفهوم؟ دونك باش نبينوا هاد لابارتي هادي، كيف ما كنعرفوا ان ناخذ هاد لابارتي الاولى، خصني نحاول انني نخرج هاد عندي ان بلس 1 و ان، عندي عندهم شي علاقه ما بين ان بلس 1 و ان. كنعرف بان ان بلس 1 بعلاقتها بان كيفاش دايره، راها اكبر او يساوي ان. ياك الشباب، هادي واضحه. وكيف ما كنعرفوا الا كانت عندي ا اكبر من بي، فان الراسين دو ا اكبر من الراسين دو بي، بين الشباب ياك. في حاله الا كان ا و بي ينتميان الى ان، حيتاش عندي هنا ان، راه مهما يكون ان ينتمي الى ان، ياك. دونك الا دخلت الراسين سو كي ايكيفالون ان لو راسين دو ان بلس 1 اكبر او يساوي لو راسين دو ان. ياك الشباب، بدات شويه كتبان لي هنا، ويعني عندي بصيغه اخرى، دونك الا درت هذه نقص منها الراسين دو ان تولي ناقص دو راسين دو ان، مفهوم؟ دونك غادي عندي واحد لا كونديسيون اخرى، يعني نعلم ان ان بلس 1 موان لو راسين دو ان اش كتساوي ليا. الا ضربت هذه في المرافق ديالها اش يعطيني؟ هي لو راسين دو ان بلس 1 موان لو راسين دو ان فوا لو راسين دو ان بلس 1 موان بلس لو راسين دو ان سور، ضربت في المرافق يعني نقسم عليه ان بلس 1 بلس راسين دو ان، ياك. اش تعطينا هاد لابارتي هادي؟
في المرافق يعني هتولي هذه اوكاري ناقص هذه اوكاري، هذه اوكاري اللي هي ان بلس ان موان ان، ان موان ان سي ان سي زيرو، هتبقى ليا غير ان ياك الشباب. يعني ان سيغ لو راسين دو ان بلس ان بلس لو راسين دو ان، مفهوم الشباب؟ دونك كيف ما كنعرفوا هذه يمكن ليا نحاول نستعملها هنا، دونك هادو راه كيتساواو ليا، راه راسين دو ان بلس ان موان لو راسين دو ان راهم متساويتان، مفهوم الشباب؟ بون الى حاولت انني زدت واحد راسين دو ان هنايا، راسين دو ان بلس ان زدت لي واحد راسين دو ان، الى زدتو للطرف الاول نزيدو في الطرف الثاني غتولي راسين دو ان بلس راسين دو ان، غتولي هي دو راسين دو ان ياك الشباب. وعندي هاد بلس هادي باش نردها للموان راه كيتساوي، يعني خص ندير المقلوب ديالها، الى درت المقلوب ديال هادي تعطيني يا لو راسين دو ان بلس ان بلس لو راسين دو ان ياك الشباب. درت المقلوب غتولي لي تقرب لي المتفاوتات تولي لي انفيريور، انفيريور ان سور دو لو راسين دو ان ياك الشباب. وكيف ما كنعرفوا ان هاد ان سور راسين دو ان بلس ان بلس راسين دو ان كيساوي ليا اللي هو لو راسين دو ان بلس ان موا لو راسين دو ان، اللي هو عاطينو حنا في السؤال، مفهوم؟ عاطينو ليا في السؤال. دونك ومنه راسين دو ان بلس ان موا لو راسين دو ان راه انفيريور شنو هاد لابارتي هادي اللي هي ان سور دو راسين دو ان، ومنه الجواب، مفهوم الشباب؟ السؤال الاول جاوبنا عليه، ندوزو دابا السؤال الثاني لنبين ان دبليو ان كتساوي ليا لا صوم ديال ان، مهم لنبين ان دبليو ان ديال هذا العجب هذا راها ديفيرجونت يعني غير متقاربه، غير متقاربه يعني نبينها بانها الليميت ديالها كتمشي للانفيني، مفهوم؟ يعني ما عندهاش واحد النهايه محدده. عندي دبليو ان كتساوي ليا هي لا سوماسيون ديال من كا كيساوي ان جوسكا ان ديال ان سوغ راسين دو كا ياك الشباب. دونك هاد في ان هادي هاد دبليو ان المتغير اللي هو كا، كا اللي كيتغير ليا ما بين واحد حتى الان ياك. الحد الاول شنو هو؟ نعوض بان يعني ان سوغ لو راسين دو ان سير بلوس، نعوض كا بدو هو ان سوغ راسين دو دو بلوس 1 sur racine de 3 plus 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 jusqu'à 1 sur racine de n. ياك الشباب. دونك وعندي من قبل ان كيف ما بينا هاد 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 لا فورمولا هادي بيناها ياك، وعندي 1 sur 2 racine de n ياك، عندي n هو المتغير يمكن لي نوضع هي كتساوي 1 سيغ لو او بالاحرى الراسين دو كا بلس 1 مون نضع على شكل كا باش ندير لا سوماسيون وندير كا كيتغير لا ما بين 1 و ان، مفهوم؟ دونك ندير لو راسين دو كا بلس 1 هي نفسها الشباب ياك انفيريور ا 1 سيغ لو 2 راسين دو كا ياك الشباب، سو كي ايكيفالون. دونك باش نوضع على هذا الشكل هذا باش ندير ليها لا سوماسيون نضرب في دو في لو دو لي دو كوتي، نضرب دو هنايا ودو هنايا غتختز ليا دو مع دو غتبقى ليا اللي هي دو فاكتور راسين دو كا بلس ان موان لو راسين دو كا ياك الشباب. دونك انفيريور ا ان سور راسين دو كا. دونك يعني كيف ما قلنا ان راسين دو فاكتور راسين دو كا بلس 1 موان راسين دو كا راه انفيريور او ايكال ا 1 سور لو راسين دو كا ياك. وكيف ما شفنا ان دبليو ان كتساوي هي 1 زائد 1 سور راسين دو 2 بلس 1 سور راسين دو 3 بلس 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 1 سور راسين دو ان ياك الشباب. دونك باش نشوف علاقة هاد ان سور راسين دو كا مع هادي، دونك باش نخرج دبليو ان حيت هذا هو الهدف ديالي، بغيت نبين بان دبليو ان ديفيرجونت يعني خصنا نبينها بان الليميت ديالها طونفيغ شي حاجه، يعني ما كتعطينيش واحد الليميت اللي هي محدده ليميت فيني منتهيه، مفهوم؟ دونك عندي ان سور كا في حاله الا عوضت كا ب ان في هاد المتفاوت هادي، عوضت كا ب ان شنو يعطيني؟ هي دو فاكتور ك1 يعني 1 بلس 1 راسين دو 2 موان
racine de 1. ياك الشباب inférieur à 1 sur racine de 1 c'est 1. ياك في حالة ك كيساوي ليا 2 هي 2 كنعوض دابا في المتفاوت هاي 2 فاكتور 2 بلس 1 سي 3 يعني غاسين دو 3 موان غاسين دو 2 ياك انفيريو ايغال الى عوضت الى عوضت هنا شاد الثانيه 1 سور لو غاسين دو 2 ياك الشباب في حاله كا كيساوي 3 هي 2 فاكتور غاسين 3 بلس 1 سي 4 موان غاسين دو 3 انفيريو ايغال 1 سور غاسين دو 3 ياك الشباب غادي نمشي بكح كيساوي ليا ان حتى كا كيساوي ليا ان او ندير اللي قبل منها ان موان زان شرطين هي دو فاكتور كنعوضها بان موان زان ان موان زان بلس ان سي ان يعني الغاسين دو ان ياك الشباب موان الغاسين ديال ان موان زان انفيريور ايغال ا ان سور لو غاسين ديال كا اللي هي ان موان زان دونك ان سور غاسين دو ان موان زان حتى الاخر حد لي هو كا يساوي ليا ان دونك غيساوي ليا دو فاكتور غاسين ك ب ان يعني ان بلس 1 ها هي ان بلس 1 موان لو غاسين دو ان انفيريور ايغال ا 1 سور لو غاسين دو ك اللي هو ان مفهوم الشباب بجمع طرفي هاد المتفاوتات طرف بطرف مفهوم الى جمعت هاد الطرف هذا 1 بلس 1 سور غاسين دو 2 بلس 1 سور غاسين دو 3 بلس 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 جوسكا 1 سور ان كيعطيني ديريكتومون اللي هي دبليو ان مفهوم يعني هاد الطرف هذا الا جمعته غيعطيني ديريكتومون اللي هي دبليو ان ياك هاد الطرف هذا اكبر من هاد الطرف يعني اكبر او يساوي لا سوم ديال هاد الاجابه هذا ملي غندير لا سوم عندي دو راه مفاكتوريزيام يعني دو فاكتور كامل داك العجب دو فاكتور كيف ما كنشوفو راسين دو 2 موان 1 بلس راسين دو 3 موان راسين دو 2 عندي هاد راسين دو 2 مع هاد راسين دو 2 اوبوزي غتمشي لي راسين دو 2 مع 2 وراسين دو 3 غتمشي لي مع راسين دو 3 وراسين دو 4 مع راسين دو 4 او كا غادي حتى راسين دو ان غتمشي لي مع راسين دو ان مفهوم وهاد راسين دو ان موان زان غتمشي مع الراسين ديال ان موان زان اللي قبل منها يعني تعطيني ليها هي الغاسين ديال ان تعطيني ليها هو موان زان غاسين دو ان بلس ان مفهوم تولي هي الغاسين دو ان بلس ان موان موان راسين دو ان سي ان مفهوم مفهوم الشباب نحاول نديرها نعاودها ياك الشباب غادي نخليها تنديرها من بعد تنديرها من بعد الديمونستراسيون دونك الا بديت بالحد الاول ها هو الحد الاول دونك عندي دو متفقين الشباب غادي نعمل بدو ياك غندير لو غاسين دو 2 موان زان اللي هي غاسين دو 1 ياك بلوس غاسين دو 3 موان غاسين دو 2 ياك الشباب بلوس راسين دو 4 موان راسين دو 3 بلوس غاسين دو 5 موان غاسين دو 4 بلوس 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 جوسكا racine de n moins racine de n moins 1 plus racine de n plus 1 moins racine de n ياك الشباب دونك كيف ما كنشوفوها هي عندي الراسين دو 2 موان راسين دو 2 غتمشي ليا تختز ليا عندي الراسين دو 3 او موان راسين دو 3 غتختز ليا كيف ما قلنا الراسين دو 5 موان راسين دو 5 الراسين دو 4 هي موان راسين دو 4 يعني كنشوفو داكشي كامل كيتمشي كيمشي ليا كلشي كيتختز ليا ها راس موان راسين دو ان مع راسين دو ان وراسين دو مو دو ان موان زا غتمشي ليا كاينه قبل منها غتبقى ليا في الاخر اللي هي غتبقى ليا هي موان زا بلس راسين دو ان بلس 1 اللي هي 2 فاكتور راسين دو ان بلس 1 موان زا مفهوم الشباب دونك ها هي دي هي دونك هو منه دبليو في ان حتى دبليو في ان الشباب راه باينه يعني هي لا سوماسيون ديال الاعجاب هذا درت لا سوم ديال هادشي هي 1 بلس راسين دو 2 بلس 1 سور راسين دو 3 جوسكا 1 سور راسين دو 1 لا سوم ديالهم اللي هي دبليو في ان دونك دبليو في ان ماشي تساوي اسمحوا لي اكبر او يساوي 2 فاكتور راسين دو ان بلس 1 موان 1 دونك الشباب مهما عندي ان دابا من قبل ملي كانت عندي دبليو في ان كتساوي لا سوم ملي كانت عندي دبليو في ان كتساوي لا سوم ديال 1 سور لو راسين دو كا في كا ايتيكال 1 جوسكا ان
باش نجي ندير ليها الليميت صعيب. ان كيمشي الى انفيني صعيب، عندي هي ان بلس 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 جوسكا، ما يمكنش نعرف نهائيا. ولكن بهاد لا كونديسيون هادي يمكن ليا نعرف الليميت ديال دبليو ان، يعني الليميت ديال دبليو ان اش كيساوي ليا اكبر او يساوي ليميت ديال دبليو ان في بلس لانفيني اكبر من ليميت ديال دو فاكتور غاسين ديال ان بلس ان موانز ان في بلس لانفيني. ياك شباب، دونك هادشي كيعني بان الليميت ديال في ان او دبليو ان راه اكبر ليا من مناش. هنا كفايه نعوض في لانفيني، ان بلانفيني الا عوضت ان بلانفيني سي بلس لانفيني موانز ان سي بلس لانفيني فوا دو بلس لانفيني، دونك اكبر من بلس لانفيني. دونك الليميت ديال بلس لانفيني ديال دبليو ان راه اكبر من بلس لانفيني، سو كي امبليك ان دبليو ان الليميت ديالها ديال دبليو ان كيساوي ليا بلس لانفيني. حيت شناهي الحاجه اللي كبر من بلس لانفيني؟ راه هي نفسها بلس لانفيني، مفهوم؟ دونك بما ان الليميت ديال دبليو ان كيساوي لانفيني، وكيف ما شفنا في التعريف في النهايه او في تقارب ديال المتتاليه، دونك راه دبليو ان راه غير متقاربه، مفهوم؟ غير متقاربه او بمعنى متباعده ديفيرجونت. دونك نتمنى هاد التمرين هذا يكون واضح شويه. المهم شويه راه هاد التمرينات هادو اللي كندير راه شويه مافونسين، راه كاين تمارين اللي ساهلين وبساط، يعني الامتحان الوطني راه ما كيوصلش لهذا المستوى هذا، ما عدا ديال سيونس مات. ديال سيونس مات هادشي كيخدم ليهم مزيان، والدراري ديال المهم علوم تجريبيه الا كيخدم بحال هادشي راه غادي يكون كومبيتون، مفهوم؟ حيت هادشي هذا هو الطوب ديال لي سويت، مفهوم الشباب؟ دونك ما عليناش. دابا غادي ندوزو شنو هما، كيفاش دابا نعرف بان يو ان دي كونديسيون باش نعرف ان يو ان راها متقاربه تقارب. كيفاش كيف ما شفنا بالتعريف ان لا فالور ابسولي ديال يو ان موا ال بين بان انفيريور ايبسيلون افيك ايبسيلون ستريكتومون بوزيتيف وكل كو سوا ان سوبيريور ا واحد ان افيك ان ابارتون ا ان، هذا هو التعريف. يكفي انني الا بينتو دونك راه يو ان راه متقاربه. غير دابا هاد التعريف هذا ما كانسيستيوش عليه الاساتذه حيتاش ما كيطلبوش بزاف في لي زيكزارسيس، غير حنا دابا درناه باش تكون على فكره ما تعرف يغفلوكم في شي في الوطني ولا شي حاجه. المهم تقارب ديال يو ان، ديال تقارب متتاليه يو ان، تقارب المتتاليه يو ان، مفهوم؟ دونك كل متتاليه تزايدية، حيت شفنا من قبل الرتبة ديال يو ان، إلا كانت تزايدية سواء قطعا أو تزايدية صافي ومكبورة، مكبورة فإن يو ان فإنها متقاربة، متقاربة ياك الشباب. دونك راها متقاربة حيت شتي كنقلبو حنا في حالة إلا كانت يو ان تزايدية ومكبورة، مفهوم؟ تزايديه راه عرفناش كيفاش كنبينوها، يعني كندير يو ان بلس ان موا يو ان اكبر. المهم شفنا لي كونديسيون راه شفنا تشوفوها في لابارتي الاولى ديال الفيديو. ومكبوره حتى هي راه شفناها، يعني كنبين بان يو ان راه اصغر من واحد ام، الى عطاني هاد لا كونديسيون هادي دونك راها مكبوره، مفهوم؟ ولا كونديسيون الثانيه يعني كل متتاليه تناقصيه ومصغوره فإنها متقاربة. دونك هادو هما دو كونديسيون لي تري انتريسون باش نبين لا كونفيرونس ديال واحد المتتالية، مفهوم الشباب؟ هاد لي دو مهمين وكيتعاودو بزاف، هادو الشباب مهمين، هادو بوان ديال دونجرو، مفهوم الشباب؟ هادي مهمة بزاف، يعني كيدارو لينا في لي زيكزارسيس بزاف. على ذكر هذه بانها راه مهمه غادي نديروا عليها واحد المثال، ناخذ المثال الموالي. دونك ناخذ يو 0 كتساوي ليا 3 و يو ان بلس 1 كيساوي ليا اللي هي 1 سور 2 فاكتور يو ان بلس 2 سور يو ان،
مفهوم الشباب. دونك هذه نبين بانها لي بين ان يو ان اكبر او يساوي اللغه سين دو دو، مفهوم؟ يعني ان يعني من بعد غادي نشوفوا الرتابه، يعني مهما كنشوفها بان بينها بانها اكبر من يو ان، يعني مصغوره بهذا الراسين دو دو مصغوره. والكونديسيون اللي شفناها خصني نبين بانها يعني غادي تكون هي تناقصيه باش نبين بانها متقاربه، مفهوم؟ حيت دابا في السؤال الثاني قال لك سيدي ادرس رتابه يو ان، مفهوم؟ والسؤال الثالث قال لك استنتج ان يو ان متقاربه، مفهوم الشباب؟ دونك ملي كيقول لك استنتج انها متقاربه، وكنعرفوا حنا الكونديسيون ديال التقارب، بحيث ان يو ان راها مصغوره بالراسين دو دو، يعني خص تكون يو ان راها تناقصيه، مفهوم؟ يعني هادشي غير بيني مع راسي ملي كنحلل ليكزارسيس، يعني في الرتابه الا ما عطاتنيش تناقصيه راه عندي خطا. هاد الكونديسيون قال لي بينها، يعني خصني نخرجها 100%. والاستنتاج راها غادي نستنتجها من السؤالين اللي من قبل، مفهوم؟ يمكن لكم كيف ما العاده انكم تحبسوا الفيديو وتحاولوا تخدموا ليكزارسيس بوحدكم ومن بعد تشوفوا التصحيح. ناخذ التصحيح الشباب. دونك باش نبينوا ان هاد يو ان اكبر او يساوي اللغه سين دو دو، صعيبه صراحه، ولكن الشباب ديجا شفنا الطرق ديال البرهان، كاين من بينهم البرهان بالترجع، بالترجع مفهوم؟ يعني كان سيبوزي زيرو يو زيرو كان بينها هو صحيحه، وكنشوف برهان بالترجع شنو هو. كناخد من اجل ان كيساوي ليا زيرو، يعني حيت حنا عندنا بدينا بزيرو ما عنديش حتى شي اشكال، عندي يو زيرو كتساوي لي هي 3، مفهوم الشباب؟ دونك كنعوض في يو زيرو اش كتعطيني 3، و 3 عندي اكبر او يساوي لوغ سين دو دو، مفهوم؟ يعني راها فغي، يعني من اجل ان كيساوي لي زيرو راه كتحقق لي هاد يو ان اكبر او يساوي لوغ سين دو دو، يعني الا عوضت ان بالزيرو كتحقق لي المتفاوته، بحيث ان يو زيرو كيساوي 3 يعني راه اكبر من لوغ سين دو دو، حيت لوغ سين دو دو كيساوي لي 1 فيغول شي حاجه فيغول 7، المهم دونك 3 راها سوبيريور ا راسين دو دو. المرحله الثانيه، دونك شفنا المرحله الاولى، المرحله الثانيه هو الافتراض. نفترض ان كنفترضوا هذه اللي بغينا نبينو، كنفترض بان يو ان اكبر من راسين دو دو، مفهوم؟ ولنبين، حيت هذا هو الترجع، ولنبين ان يعني كنفترض ان يو ان انها اكبر من راسين دو، وكنبين بان بدلاله ان بلس 1، واش ان بلس 1 واش كتحقق ليا؟ ولنبين ان يو ان بلس 1 كتبقى ليا اكبر من راسين دو دو. هاد لي كونديسيون راه مهم من الشباب، هاد الترجع راه مهم بزاف في الدرس ديال المتتاليات. شنو خصني نبين انا؟ بغيت نبين ان الراسين ان يو ان بلس 1 اكبر او يساوي الراسين دو دو، يعني في هاد الحاله هادي يو ان بلس 1، يعني خصني نبين ان يو ان بلس 1 مو الراسين دو دو، خصني نبينو بانه اكبر من الزيرو، ياك؟ باش تحقق ليا، يعني نجي نحسبها الراسين او يو ان بلس 1 مو الراسين دو دو اش غادي يساوي لي؟ يو ان بلس 1 عندي انا اش كتساوي لي؟ ها هي يو ان بلس 1 معطيه ليا هي 1 دومي يو ان بلس 2 سور يو ان، نجي نعوضها يعطيني هي 1 دومي يو ان بلس 2 سور يو ان، ياك الشباب؟ مو لو راسين دو دو، مفهوم الشباب؟ دونك نجي نجمع هادشي نشوف واش كيحقق ليا انه اكبر من الزيرو، حيت داكشي اللي بغيت نبين، خصني نبين هادي بانها اكبر من الزيرو. دونك غتعطيني هي دينوميناتور اللي هو يو ان، يعني 2 يو ان، ياك الشباب؟ يو ان نضربها في يو ان اتولي هي يو ان مربع بلس 2، فهم؟ موا نضرب في 2 يو ان، واحد هو المقام الموحد، نضربو في الراسين دو دو يعني 2 راسين دو دو يو ان، ياك الشباب؟
هذه كيف ما كنشوفوا انها متطابقه هامه على شكل يو ان موان دو موان غاسين دو دو، سمحوا لي، يعني كتساوي هي يو ان موان لو غاسين دو دو. مفهوم الشباب؟ دونك هذه المتطابقه الهامه الى نشرتها تعطي يو كاري بلس هاد لا بارتي غاسين دو دو او كاري هي دو موان دو fois un fois racine de 2, il y a 2 racine de 2 un. Bon. Sur 2 un. Vous me chabab. Donc, on dit que un, dans le premier de un, qui s'est dit 3. Bon. Et 3, on dit que c'est 0. Yani, quel que soit un, il y a un temps de un. Quel que soit un, il y a un temps de un. On dit un, c'est 0. Vous me chabab. C'est ce qui est dans le maquin. نجي نشوف هذه الفوق. دونك كيف ما كنعرف ان يو ان راها بوزيتيف موان راسين دو دو ما عرفتش، ولكن يكون كيف ما بغي يكون هادشي في وسط الاقواس راه الاوكاري ديالو غيكون اكبر او يساوي زيرو. مفهوم؟ دونك مهما عندي هاد المربع هذا في هاد الاقواس، دونك شي يستلزم ليا ان هاد يو ان بلس ان موان لو راسين دو 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 أكبر أو يساوي زيرو. مفهوم؟ يعني هذه راه أكبر أو يساوي زيرو. مفهوم الشباب؟ دونك راني بينت هاد لا كونديسيون، دونك راه يو ان بلس ان أكبر من لا غاسين دو دو انطلاقا من هادي، دونك أكبر من هادي. وبما أنني بينت هادي، وبالتالي يو ان راها أكبر من لو غاسين دو دو. مفهوم؟ يعني بديت بالافتراض ديالي، أو بالأحرى الشباب راه يو ان عندي أكبر حسب الافتراض يو ان موان يو ان، أو بالأحرى يو ان موان لو غاسين دو دو راه أكبر من زيرو حسب الافتراض. سمحوا لي الشباب، ياك ها هي عندي يو ان موان راسين دو دو راه أكبر من زيرو مع هذا المربع راه أكبر من زيرو، مع التحت هو أكبر من زيرو، دونك راه كتحقق لي يو ان بلس ان أكبر من راسين دو دو، دونك وبالتالي يو ان أكبر من راسين دو دو. دونك ندوزو دابا للسؤال الثاني اللي هو الرتابة. دونك ندرسو الرتابة ديال يو ان. مهما يكون ان ينتمي الى ان، مفهوم؟ يو ان باش ندرس الرتابة كندير يو ان بلس ان مو يو ان. يو ان بلس ان اش كتساوي ليا؟ اللي هي ان دومي يو ان بلس دو سيغ يو ان مو يو ان. ياك الشباب لحد الساعة كلشي واضح. عندي ان دومي يو ان موان يو ان سي شحال؟ موان زان دومي يو ان، يعني هي دو سيغ يو ان موان زان دومي يو ان. ياك الشباب الا حاولت وحدت المقام باش نحاول نعرف الامور كيفاش دايره، المقام موحد اللي هو دو يو ان، غنضرب دو الفوق يعني صافي كات، موان نضرب دو هنايا صافي نضرب يو ان في لابارتي الاخرى اللي هي يو ان مربع. مفهوم الشباب؟ دونك اش غادي ندير العجب هذا؟ دونك صافي، يعني هادشي لحد الساعه راه واضح. مفهوم؟ او بالاحرى هنا راه عندي ناق، هنا عندي دو، هاد دو هادي راه غتختز ليا مع هاد دو. سمحوا لي الشباب، عندي واحد الخطا هنا، يعني ان سيغ يو ان هنا غتولي ليا غير دو، خطا مطبعي. دونك 2 - un او كاري فوا 2n. فهم؟ يعني ملي غتوحد المقام، مقام واحد اللي هو 2un، اضرب 2 هنايا في 1 تيك 2 - u او كاري. فهم الشباب ياك؟ دونك كيف ما كتعرفوا بان un ديجا بينتها بان اكبر من راسين دو 2، الا درت u مربع غيكون اكبر من 2، ياك ها هو احنا بشويه علينا. عندي un حسب السؤال السابق اكبر من راسين دو 2، إذا درت المربع يو ان او كاري اش يولي ليا؟ اكبر من راسين دو دو مربع، يعني اكبر من دو، ياك سو كي ايكيفالون. إذا درت دخلت عليها الناقص، حيت عندي هنا ناقص، ناقص يو ان مربع غتقلب هي المتفاوتة تولي اصغر ليا من موان دو، اصغر ليا من موان دو. ياك الشباب الا زدت عليها دو اش غتولي ليا؟ نزيد دو للطرفين يعني دو موان يو ان او كاري، نزيد دو لهاد الموان دو واش غتبان ليا؟ هي زيرو. مفهوم؟ موان دو بلس دو يعني زيرو.
دونك هاد لا بارتي الفوقانيه راها اصغر من الزيرو، يعني ستريكتومون انفيريور زيرو، مع هاد لا بارتي حنا التحتانيه ديجا شفناها بانها اكبر من الزيرو. دونك و دو يو ان اكبر من الزيرو، هادشي يستلزم ليا او يكافئ ليا ان يو ان بلس ان موا يو ان راه انفيريور ا زيرو. مفهوم؟ يعني الفوق عندي انفيريور ا زيرو على سوبيريور ا زيرو، دونك انفيريور ا زيرو. مفهوم الشباب؟ ومهما انني بينت بانها انفيريور ا زيرو، دونك ايكيفالون كو يو ان بلس ان انفيريور ايكال ا يو ان. كتحقق لي هاد المتفاوته هادي كيعني ليا بان يو ان راها تناقصيه. مفهوم الشباب؟ دونك راني بينت هذيك الكونديسيون، يعني راه ملي قلنا في الاول بان خصني نبين بانها تناقصيه، دونك راني راه بينتها بانها تناقصيه. مفهوم؟ الاستنتاج انها متقاربه. دونك بما ان دونك غنديرو الاستنتاج غير شفويا، ما نحتاجوش نكتبو. بما ان يو ان راها مصغوره بالراسين دو دو وتناقصيه، فان يو ان راها متقاربه. مفهوم؟ كيف ما شفنا في هاد الشروط ديال التقارب، كل متتاليه تناقصيه ومصغوره فانها متقاربه. يعني هادشي واحد اللي استعملنا حنا في هاد الاكزرسيس هذا. دابا غادي ندوزو واحد المتتاليات في شكل جديد، يعني غادي نشوفو غير هاد العام هذا. دونك في حاله اذا كانت عندي مهم عطاك عطاوك يو ان كتساوي هي لا سوماسيون ولا المهم، المهم عطاوني غير ا ان ا لا بيسونس ان نفترض. مفهوم؟ ملي غتمشي تحسب الليميت ديال هاد الشكل هذا ميمكنش نعرف، صعيب. دابا قال لك تحسب الليميت في الانفيني ديال هاد ا لا بيسونس ان. مفهوم؟ وغيعطيك ا كاع ماشي مشكل، يعطيك هي ان سوغ تروا ا لا بيسونس ان ليميت في الانفيني. شنو هي؟ راه صعيب تلقاها صراحة ده. ميمكنش تعرف. مفهوم؟ لذلك غنديرو دابا واحد القاعدة بخصوص هاد النهايات هادو. مفهوم؟ دونك في حالة عامة، دونك غنديرو هاد الليميت ديال ان بلس ان بلس انفيني ديال ا على بيسونس ان، اش غادي تساوي ليا؟ عندي ثلاثة ديال الاحتمالات، تعطيني ثلاثة ديال النهايات، يا اما تعطيني بلس انفيني، يا اما تعطيني زيرو، يا اما نبا د ليميت، ما عندها حتى شي ليميت. مفهوم؟ باش تعطيني بلس انفيني او في الح... او اش من حاله باش كتعطيني بلس انفيني؟ هو في حاله، حيت دابا عندي المشكل غير في ا. مفهوم؟ حيت الا كان عندي ان تيغ ولا عطاني خمسة ولا عطاني اصغر من الزيرو، يعني ناقص واحد ولا ناقص ثلاثة ولا المهم كاين ثلاثة الحالات، يا اما في حاله كيساوي زيرو او في حاله، المهم غنشوف هاد الحاله. الا كان كيساوي باش يعطيني بلس انفيني خص تكون ا، يعني في حاله ا اذا كانت سوبيريور ستريكتومون واحد. مفهوم؟ دونك ليميت ديال ا ان ا على بيسونس ان كيعطيني ديريكتومون بلس لانفيني. مفهوم؟ دونك سي كيعطيني زيرو في حالة إذا كانت ا محصورة ليا ما بين ناقص واحد و واحد، أكبر قطعا من ناقص واحد وأصغر قطعا من واحد. مفهوم الشباب؟ أو أصغر أو يساوي، ما عنديش فيها مشكل. وفي حق لا اصغر قطعا، حيت الا كانت كتساوي ليا واحد راه هي واحد، دونك اصغر قطعا من واحد. مفهوم؟ ولا نهايه لها او ناباد ليميت، المهم الشباب ما عندهاش نهايه في حاله اذا كان ا اصغر ليا من ناقص واحد. مفهوم؟ يعني كان اصغر من ناقص، يعني كيساوي ناقص 2 ناقص 3، ا اصغر من ناقص واحد، يعني في حاله الا كان بحال دابا موان 5 على بيسونس ان، راه هاد ليميت ديال هاد لابارتي ليميت ديالها راه ما عندهاش الشباب. ياك في حالة انا مثال ديال هادي الا كان اونتخ موان زان اي ان، يعني بحال ليميت ديال بلوس لانفيني ديال موان زان سيغ دو على بيسونس ان، باش نحسب ليميت ديالها ان طون فيغ لانفيني، دونك غتعطيني ديريكتومون اللي هي زيرو. فهم؟ والحالة الاولى اللي هي هادو غير امثلة ياك الشباب، إذا كان ليميت ديال أكبر من واحد، يعني ندير دو تيار على بيسونس ان ليميت في الانفيني، كيف ما شفنا راه هي بليس في الانفيني.
دونك راه ديفيرجونت، هاد المتتالية راه ديفيرجونت، هادي راه كونفيرجونت، هادي ني كونفيرج ني ديفيرج، يعني هادي متتالية ما كايناش. مفهوم؟ إلا بغينا نديروها على واحد الشكل، على واحد المستقيم مدرج، دونك نديرو أن هنايا ونديرو موان زان هنايا، كيف ما شفنا أ كي ياخد القيم على هذا المستقيم المدرج، مفهوم؟ هذا هو لانفيني، هنا بليس لانفيني، ياك الشباب. دونك أ كي ياخد القيم على المستقيم المدرج، يعني في حالة أ إذا كان محصور ما بين موان زان إي أن كيف ما شفنا هنا، فإن الليميت ديال أ على بيسونس أن غتعطيني شحال؟ زيرو. الليميت غتعطيني زيرو، إذا كان أكبر من أن دونك يعطيني كيف ما شفنا أكبر من أن يعطيني بليس لانفيني، وإذا كان أصغر من موان زان دونك لا نهاية لهذيك أ على بيسونس إن، لا نهاية لها، لأش اللي هي أ على بيسونس إن. مفهوم الشباب ياك؟ ندوزو دابا الخاصية الأهم في الدرس هذا اللي مهم، حتى هي راها بنفس الأهمية مع الشيء اللي درنا من قبل، بس بزاف كي تعطيو لنا بحال هاد لي كونديسيون. دونك اللي كتكتب لي على شكل، إذا كانت يو زيرو تنتمي لواحد المجال اي مثال بون، و يو ان بلس ان كتساوي ليا اف دو يو ان، مفهوم؟ يعني يو ان بعلاقتها بواحد الفونكسيون اف، مفهوم؟ الحالة ديال هاد المتتالية هادي، إلا كانت ليا اف دالة متصلة على ايش؟ على هاد اي، هادي على هاد المجال هذا، متصلة على اي، ياك؟ وإذا كانت اف ديال هاد المجال اي، الصورة ديال هاد المجال بدالة اف ضمن المجال نفسه، مفهوم؟ دونك هاد لي دو كونديسيون كتأكد ليا بأن يو ان راها متقاربة ونهايتها شنو هي؟ متقاربة لواحد النقطة، وهاد النقطة شنو هي؟ أو هاد النهاية ديالها شنو هي؟ هي نهايتها حل للمعادلة اف دو اكس تساوي اكس. مفهوم الشباب؟ دونك هاد الاتصال هذا كندرسوه حيتاش مهم. هاد اف دو اي اونكلي دون اي حتى هي راها مهمه، الرتابه حتى هي راها مهمه، راه يعني لي كونديسيون كي سون شي متعلق بشي، حيتاش خص ندرس ضروري الرتابه، واخا ما ذكرتهاش هنا راه ضروري ندرس الرتابه باش نعرف انا يو ان كيفاش دايره. المهم غادي ندير واحد المثال باش نشوفوا هاد الشيء واش واضح شويه ولا لا. بون ناخذ مثال كتمرين تطبيقي، تطبيق مهم. الى خدينا واحد اي زيرو كتساوي ليا 3 دومي، ياك يو ان بلس 1 كتساوي ليا اللي هي يو ان بون يو ان بلس او موان يو ان بلس دونك ان او كاري موان دو يو ان بلس 2. دونك هذه هي المتتاليه العدديه اللي عطاو لينا، ياك الشباب. دونك قال لك اسيدي بين ان يو ان راها محدوده باش مكبوره ب 2 ومصغوره ب 1 كلكو سوا ان ينتمي الى ان. فهم؟ ثانيا ادرس رتابه يو ان. ثالثا استنتج انها متقاربه، ياك شباب. استنتج انها متقاربه. دونك الشباب في التمرين هذا راها داخله واحد الفونكسيون اف ولكن بطريقه غير مباشره، مفهوم؟ دابا على هاد الصيغه هادي ديال هاد التمرين هادو كتحطوا للدري ديال اصحاب العلوم الرياضيه، مفهوم؟ كيحطوا على هاد الشكل، دونك هاد الداله هادي، وكيقول لك اسيدي
تمرين على هذا الشكل هذا، مفهوم؟ راه كاينه واحد الداله هنا ولكن ما واضحاش، غادي نحاول نبينوها احنا، ومن بعد غنديروا تمارين اللي يكونوا واضحين شي شويه، باش حيتاش في الشعبه ديال العلوم التجريبيه كيعطوا اسئله مباشره واضحه، مفهوم؟ دونك حنا ماشي مشكل، نبداو بالاصعب وندوزو الاسهل، مفهوم؟ دونك ندوزو التصحيح، يمكن لكم تحبسوا هذا التمرين هذا وتحاولوا تخدموا. دونك ندوزو التصحيح لهذا التمرين هذا، التصحيح اللي هو لنبين، بلا ما نحتاج نكتبها، لنبين ان او ان محصور ما بين واحد و دو، مفهوم؟ دونك باش نبينها خص ندير ترجع، ياك باستعمال ترجع، ياك الشباب، من اجل باش غنبدا ان يساوي زيرو، حيتاش عندي من اجل ان يساوي زيرو، يو زيرو اش كتساوي ليا؟ يو زيرو كتساوي تروا دومي، ياك الشباب، و تروا دومي واش محصور ليا ما بين ان و دو؟ تروا سيغ دو تعطيني ان فيغكول سانك تقريبا، يعني محصورة ليا ما بين واحد و راسين دو، يعني كتحقق ليا هاد المتفاوتة هادي، فهم الشباب؟ دونك راها صحيحة. دونك لنفترض الخطوة الثانية ديال الترجع، البرهان بالترجع، نفترض هاد المتفاوتة هادي، نفترض أن يو ان محصورة ما بين واحد و دو، ولنبين من أجل ان بلس ان، يعني نوضع هادي يو ان نديرها هي ان بلس ان تكون انفيريور ا ان او دو، يعني كتبقى غيست اونتخ ان اي دو، مفهوم؟ هذا هو الترجع. بون نبداو الشباب، حسب الافتراض اش عندي؟ يو ان اونتخ ان اي دو، ياك الشباب، دونك خصني نخرج من يو ان، نخرج يو ان بلس ان، وعندي انا يو ان بلس ان كتساوي ليا يو ان او كاري موان دو يو ان بلس دو، مفهوم؟ هذه يمكن لي نكتبها على شكل واحد الفونكسيون، يعني غنديرها في الجن في هاد لابارتي هادي، غنحاول ندير يو ان بلس ان نوضعها على الشكل اللي شفنا في هاد الخاصية هادي، هادي راه واحد الخاصية ياك، نوضع على شكل يو ان بلس ان كتساوي اف دو يو ان، كتساوي اف دو يو ان، ياك الشباب، دونك اف دو يو ان اش غادي تساوي ليا؟ اللي هي يو ان او كاري بلس او موان دو يو ان مو بلس دو، مفهوم؟ دونك يا درت هاد اف هاد يو ان وضعتها واحد اكس، بغيت نمشي نخدمها في الجن، اف دو اكس اش غتساوي ليا؟ اللي هي اكس مربع ناقص دو اكس بلس دو. انطلاقا من هاد الفونكسيون هادي يمكن ليا نعرف الرتابة ديال هاد الدالة هادي، مفهوم؟ باش منين نجي نطبقها هنا يمكن ليا ندخل ديريكت اف على الطرفين بجوج، يعني مني غندير اف دو يو ان تعطيني ديريكت يو ان بلس ان، وندير اف دو ان و اف دو دو، مفهوم؟ يعني غنشوفوها. دونك نحسب الاشتقاق، عندي اف راه قابلة للاشتقاق على اغ، ومهم دونك نحسب ديريكت اشتقاق، دونك تعطيني هي 2x موان 2 ديريكتومون، 2x موان 2 عندي في أكبر أو يساوي زيرو، ولكن خصو يساوي من أن لبليس لانفيني، مفهوم؟ ولكن حنا خدامين غير في المجال أن دو، دونك هادي راه أكبر من زيرو في حالة إلا كان إكس أكبر من أن، مفهوم؟ ولكن حنا خدامين هنا في ان دو، مفهوم؟ يعني اف بريم راه اك، او بالاحرى دونك اف راه التزايديه في المجال ان دو، مفهوم؟ دونك حنا بينا بان اف راه تزايديه، مفهوم الشباب؟ دونك رجعوا للبرهان ديالنا، دونك حسب الافتراض ان يو ان محصور ما بين واحد و دو، دونك اذا باش تخرج ليا يو ان بلس ان، عندي يو ان بلس ان كتساوي ليا اف دو يو ان، دونك ندخل اف، و اف كيف ما شفناها بانها تزايديه قطعا على المجال ان دو، دونك ندخل اف على المجال على الاطراف كاملين وما نغيرش المتفاوته، مفهوم؟ حيتاش تزايديه، يعني كتساوي اف دو ان
اف دو دو. مفهوم الشباب ياك؟ الى جيت دابا حسبتها اف دو او ان غتساوي ليا او ان بلس ان محصوره ما بيناش اف دو دو. نعوضها اف دو اكس او كاري اللي هي اف دو دو او كاري. اف دو دو شنو غتساوي لي دو او كاري اللي هي 4. يعني نكتبها في الوسخ هي 4 موان 2 اكس موان 2 فوا 2 صافي موان 4 بلس 2 يعني يعطيني ديريكتومون 2. دونك اف دو دو تعطيني هي 2. اف دو 1 نعوض 1 بهنا 1 موان 2 سي موان 1 بلس 2 سي 1. مفهوم الشباب؟ ها هي 1 او كاري ناقص 2 فوا 1 يعني هي 2 بلس 2. 2 موان 2 سي 0 تبقى ليا 1. مفهوم الشباب؟ دونك ومن هنا مطلوب ها هي خرجت الشباب. دونك افترضت انا هاد لا كونديسيون وبغيت نبين ان او ان بلس 1 محصور ما بين 1 و 2. دونك او ان دونك راني بينتها. مفهوم الشباب؟ ومنه المطلوب اي منه ان او ان راه محصوره ما بين 1 و 2. دونك ندوزو دابا للسؤال الثاني اللي هو دراسه رتابه او ان. دراسه الرتابه ان كندير او ان بلس 1 موا او ان. الرتابه ندوزو نحسبوها ماشي مشكل. دونك باش نحاول نتاكد دونك انا مبدي مازال ما بديتش يعني خصني ندير او ان بلس 1 موا او ان ونحسب غادي نديرونج مع هذيك الفونكسيون اللي عندي. مفهوم؟ باش نتاكد عندي اوزو كتساوي هي 3 دومي ياك الشباب. او ان اش كتساوي ليا هذه اللي بنديرها بيني مع راسي نشوف باش نتاكد باش نعرف انا الداله او ان هاد اول متتاليه او ان كيفاش دايره ليا. خصني نحاول ناخذ واحد الفكره يعني او ان عطتنا 5 سور 4 ني جاتنا هاد او ان. هاد او ان كتساوي 5 سور 4 عندي او ان بلس 1 كتساوي ليا هي او ان مربع ناقص 2 او ان بلس 2 ياك. وشنو اللي عندي انا يعطوني في المعطيات او 0 كيساوي 3 دومي ياك. يعني او 0 كيساوي 3 دومي. وباش نلقى او ان انطلاقا من او ان حيت هي اللي عندي باش نلقى او ان خصني ندير نعوض ان بالزيرو. يعني الا عوضت ان بالزيرو واش يعطيني 0 بلس 1 سي 1 وهو اللي بغيت انا. اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا هي فيما بانت ليا ان عوضها بالزيرو اللي هي او 0 مربع موان 2 فوا او 0 بلس 2. او 0 عندي او 1 هي اللي هي علاش كنقلب او 0 كتساوي 3 دومي دونك اللي هي 3 دومي مربع موان 2 فوا 3 دومي بلس 2. مفهوم؟ دونك 3 دومي او كاري اللي هي تسعود سور 4 موان 2 غتختص ليها مع 2 صافي موان 3 بلس 2 صافي موان 1. غير هاد لابارتي اللي كتساوي ليا موان 1 ياك. يعني هي 9 سور 4 موان 1 ايتيغال نوحد المقام اللي هو 9 موان 4. 9 موان 4 صافي الشباب صافي 5. 5 سور 4 ومنه هذه هي اللي كتساوي ليا او 1. مفهوم؟ بما ان او 0 كيساوي 3 دومي و او 1 كيساوي 5 سور 4 فان كيف ما كنشوفوا 3 سور راه اكبر منها. يعني ان يستلزم ليا ان او 0 اكبر من او 1. مفهوم ياك الشباب؟ او 0 اكبر من او 1 سوا زدت الحد الثاني غيعطيني بان او 1 اكبر من او 2. مفهوم؟ وهي غادا. يعني هادشي كيبين ليا بان راه او 1 راه تناقصيه. هادشي بيني مع راسي ويمكن لي نديرها بحال هكا بما ان هاد العجب هذا. دونك ناخذ كمثال نفترض ماشي كمثال نقول نفترض ان نديرها على شكل واحد الفورم ندير على شكل او ان راها اكبر من او ان بلس 1 او ندير او ان موان 1 اكبر من او ان. مفهوم؟ او ان بلس 1 او ان موان 1 اكبر من او ان ياك الشباب. وبما ان
اف تزايدية قطعا. يا شباب، بما ان اف تزايدية قطعا، يعني يكفي ان ندخل اف على هاد يو ان، يعني اف دو يو ان موانزا اكبر من اف دو يو ان، ولا ندير اف دو يو ان اكبر من يو ان بلس 1. فهم هادشي شنو كي امبليك ليا؟ اف دو يو ان كيف ما كنعرفو دي هي يو ان بلس 1، الى نقصت واحد من هنا غنقص واحد تم الصوره ديالها، يعني يو ان موانزا عرفتني اللي هي يو ان، اف دو يو ان موانزا سي يو ان. دونك بما ان يو ان اكبر من يو ان بلس 1، يعني ان يو ان بلس 1 موا يو ان راها اصغر من الزيرو، يعني نقصتها ديتها للطرف الاخر يعني اصغر من الزيرو. وهادشي كيأكد ليا بان يو ان راها تناقصيه. مفهوم الشباب؟ دونك احنا بينا بانها راها تناقصيه. دوزو السؤال الثالث اللي هو استنتاج التقارب ديال هاد المتتاليه هادي. واستنتاج التقارب عندي بان يو ان راها تناقصيه، وعندي بانها مكبوره بواحد العدد ومصغوره بواحد العدد. يعني باش نبين بانها متقاربه خصني نبين بان عندي انها محدوده، ولكن عندي واحد كونديسيون اخرى، عندي بان اف دو يو ان بلس 1 كتساوي ليا اللي هي يو ان بلس 1 اف دو يو ان، ياك؟ كيف ما شفنا في القاعده خصني ندرس اف خص تكون متصله، متصله. دونك عندي اف راها متصله حيت ديجا شفنا بانها راها قابله للاشتقاق وداك العجب على عند، فهم؟ ومش نحسب الصوره ديال عند، يعني اف دو ان دو راها ديجا حسبناها عطاتني نفسها اللي هي عند كتساوي عند، يعني اونكلي الا كانت كتساوي يعني راه ضمنه بحالها، يعني ضمنه يعني كتحقق لي داك الشرط اللي ضمنتو ليا في التمرين. مفهوم؟ دونك يو ان راها، دونك راها متقاربه، يو ان راها متقاربه حيت اصلا راها تناقصيه ومصغوره، دونك راها متقاربه، يو ان راها متقاربه. مفهوم الشباب؟ متقاربه، والنهايه ديالها شنو هي؟ ونهايتها حل للمعادلة f دو x كتساوي ليا x. مفهوم؟ دونك راها متقاربة استنتجتها، دونك خصني نمشي نقلب غير على النهاية، والنهاية اللي هي f دو x كما قلنا كتساوي x، يكافي اللي هي انها كتساوي ليا دو او x مربع، يعني هي u n او كاري موان دو u n هي 2x بلس 2 كتساوي ليا اكس، ياك الشباب؟ دونك باش نحل هاد العجب هذا، يعني اكس او كاري موان 3 اكس بلس 2 كيساوي ليا 0، دونك باش نحدد القيم ديال اكس. باش نحدد القيم ديال اكس عندي حدوديه، كنمشي نحسب الدلتا. الدلتا كيف ما كيساوي هي بي وستنا ناقص 4 اسي، ياك الشباب؟ بي هي موان 3، دونك هي موان 3 او كاري صافي 9 موان 4 فوا أ فوا سي، يعني 4 فوا 1 فوا 2، يعني 4 فوا 2 يعني 8، يعني غيعطيني ديريكتومون 1 اللي هي أكبر قطعة من الزيرو، يعني تقبل حلين أو جذرين. دونك الحل الأول إكس 1 كيساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا سيغ 2 أ، و إكس 2 كيساوي ليا ناقص بي زائد جذر دلتا سيغ 2 أ. فهم؟ إلا جيت عوضت بي ناقص بي، كيف ما قلنا بي كيساوي هو ناقص تاتا ناقص بي اللي هي تلاتة، تلاتة ناقص راسين دو أن يعني هي ناقص واحد سيغ دو فوا أ كيساوي ليها واحد يعني دو. مفهوم؟ تلاتة ناقص واحد سي دو، دو سيغ دو سي أن. مفهوم؟ هذا هو الحل الأول. الحل الثاني موان بي، يعني موان تروا سي بلوس تروا. مفهوم؟ بلوس راسين دو ان سي ان، يعني بلوس ان سيغ دو فوا ان يعني ان، يعني دو كتساوي ليا تروا بلوس ان سي كات، كات سيغ دو سي دو. دونك هذا هو الحل الثاني. مفهوم الشباب؟ دونك الحلي ديال هاد المعادلة او هاد المعادلة تقبل حلين، دونك اكس ان كيساوي ليا ان،
و x2 يساوي ليا 2. مفهوم؟ دونك هذا الشيء اللي عندنا الشباب. وصلنا للنهايه ديال هذا الدرس ديال المتتاليات. هذه دابا غير لابارتي ديال الدرس. غندوزو التمارين اللي مهمه بزاف. والشباب دابا هذا الشيء درنا راه شويه مافونسي شويه، راه المهم افونسي شويه. يعني دابا الا طلع ليك زيرسيس قصح حتى هي غادي يوصل لهذا النيفو. مفهوم؟ وما يمكنش الوطني كيوصل لهذا المستوى هذا. يعني المهم غادي نخدموا تمرينات ونخدموا وطنيات وغادي نشوفوا النيفو كيفاش داير. دونك نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله بخصوص التمارين لتقويه وتزكيه هذا الشيء اللي شفنا في الدروس. راه حنا دابا خدمنا تمرينات وفي وسط الدرس باش نحاول نفهموا الامور. ناخذ تمارين اللي يكونوا كدراسه ديال الداله بخصوص بعلاقتها ب يو ان، وندرسوا متتاليات، نخدموا لي سيري يعني لا سوم دي سويت يعني ديك اس ان. المهم نخدموا داكشي كامل، انواع ديال التمارين غنحاولوا نخدموهم في هذه المتتاليات حيت هو درس صراحه مهم بزاف. المهم كاين ما يتقال في الدرس هذا. ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.